السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم سلطان القحطاني من وقتك بالحدود. أقدم لكم اليوم نظر أو تعليم أنه كيف تشغل 4G على الهاتف المحمول لوميا 920. تقنية 4G أو شبكات الجيل الرابع تدعم شركة زين في تردداتها اللي هي 1800. هذا التردد كفيل جدا أنه راح تلقى كثير من عند الهواتف تشتغل فيها تقنية الـ LTE أو الـ 4G بمعنى صح، عن طريق شركة زين. شفناها أو في أول هاتف كان من LG الأوبتيمس، ومن ثم شفناها في الآيفون 5 اللي سوينا له تجربة، والآن راح تشوفون كيف تسوي هالطريقة في هذا الهاتف. كل عليك أنك تروح ثم تختار، ثم راح تسوي شبكة 3 2 8 2 شبكة. راح يورديك على حقل تجارب، ما علينا من هذا الخنبقة ذي كلها اتركها. راح تروح للسيتنج الاعدادات، طبعا هذه هي الواجهة اللي انت شايفها. طبعا راح تروح نتورك تايب اللي هو نوع الشبكة، راح تلقاه محطوط تلقائي، حطه 4G only. بعد ما تحطه 4G only اطلع خلاص، راح تلقى ان الشبكة راح يفعلها لك انه يستخدم فيها ال 4G. طبعا جربنا بشكل سريع جدا سرعة الانترنت في هذا الهاتف، خلوا لك اياها. هذا هو، هذا سرعة النت اللي عندي زي ما انت شايفين. اعلى سرعة اعطاني اياها وانا كنت قريب من البيت حقنا، طبعا وكانت السرعة ممتازة جدا مبهرة، وطبعا امر يعتمد عليك في مكانك انت، ومع ذلك انه السرعة ممتازة لأبعد الحدود. عموما كان معكم اخوكم سلطان القحطاني من وقتك بالحدود، اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامة.